حضور حكومي جديد في أبين، المحافظة الأكثر تضرراً من الإرهاب، هكذا يبدو المشهد في الزيارة واللقاء التشاوري الذي عقده وزير الداخلية أحمد الميسري مع وجهاء المحافظة في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار. الميسري في لقائه أبناء المحافظة والقيادات الاجتماعية أكد اعتزام الحكومة استعادة كافة مؤسسات الدولة والتصدي لكافة المحاولات التخريبية التي تقودها الجماعات الإرهابية في محافظة أبين. تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية منذ 7 أعوام فرضوا واقعاً مغايراً في المحافظة بعد سيطرة التنظيم في العام 2012 على مدينة زنجبار والمدن القريبة منها، ما تسبب بدمار كبير في البنية التحتية جراء المواجهات التي خاضتها قوات الجيش مع التنظيم لطرده. قوات الجيش تمكنت بعد ذلك من السيطرة على المحافظة ونصبت النقاط على طول الطريق الواصل بين عدن وأبين، وهو ما ساهم في تهاوي التنظيم بعد اعتقال ومقتل عدد كبير من قياداته. لكن التساؤلات ظلت قائمة لدى مراقبين حول إمكانية الحكومة من إعادة سيطرتها بشكل فعلي في المحافظة، خاصة بعد تمكن قوات الحزام الأمني والقوات المسلحة الإماراتية من الانتشار في عاصمة المحافظة زنجبار وغياب قوات الجيش الموالي للشرعية من المحافظة. العمليات التي نفذتها قوات الحزام الأمني لم تتمكن من القضاء على التنظيم بشكل تام بالنظر إلى وجود الحاضنة الشعبية لها خصوصا في المناطق الريفية وبقاء العديد من جيوب التنظيم حاضرة في المحافظة. وزير الداخلية وأثناء الزيارة طالب جميع القبائل بالمساهمة في نبذ الأفكار المتطرفة والتي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أبين والمحافظات الأخرى المجاورة، فيما تظل مطالب أبناء أبين بتحقيق الأمن وإعادة الخدمات حاضرة بكل زيارة حكومية.